شوفي يا خانم، هاي السفينة. يابا شوف لي هالشوفي، فرح كروانجي أغلو بنته لصفا بيك، وعم نعجل بصنعة. بعد هالمرحلة بتدخل السفينة مرحلة الصيانة للتأكد من نظافتها، ومثل ما قلت لك نقلنا أفضل مهندسين لهالمشروع. شو رأيك يا خانم؟ يعطيكم العافية. الله يعافيكي. أهلين. ركزنا على الشغل فيها واستنفرنا كل الإمكانيات مثل ما نحكي. هالبنت شغلة كبيرة، مع أنه كتير ثنقيلة بس باين عليها متواضعة. لو واحدة غيرها ما كانت اطلعت بجوز عمال مثلك ومثلي أنا.